ما في داعي إنك تساعديه، لأنه بيستاهل. بسببك أنت سيد هارت هرب المجرم بدون ما نقدر نمسكه. ضروري تحشر حالك بكل موضوع وقصة. هي صحيح هربت مني، بس الدليل صار معي. صار معي الدليل، ولازم نعرف الحلق لمين. في طريقة لنعرف. بالخطبة مبارح صورنا كتير صور، خلينا نشوفهم كلهم. إذا عرفنا صاحب الحلق فوقت فينا نعرف القاتل. أنا رايح على البيت. إذا بدكن تعرفوا مين فالحقوني بلا ما نضيع وقت أبداً.